تحية حضرتك طبعا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تحياتي كابتننا الكبير عم الشياكة والأدب والاحترام كابتن حلمي طهامي، وحشني جدا. الله يخليك، ربنا يخليك. وخف في دمه والضحكة الجميلة كابتن ضياء حبيبي. حبيبي أبو حميد، ازيك؟ وحشني. أنا دايما بحب أشوفك كابتن ضياء. وحشني كابتن حلمي. الله يخليك. صديقي العزيز المحترم دايما بتحفنا بآراء التحكيمية كابتن ياسر عطاروف. أبو حميد يعني صحبة وكوكبة ولا أجمل، يعني بحسدك عليها يا أستاذ النور. واكتملك بوجودك أبو حميد. ربنا يخليك. في البداية بس عايز أوضح إن ماتش الأهلي، أنا سامع طبعا حوار الشيق معاكم، ماتش الأهلي هيوقف يوم 3/10 في قبل النهائي، ده هيكون جوه مصر. جوه مصر مش بره مصر. هيكون طرفه مع واحد من الوداد المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري. ده هيبقى في القاهرة ماتش أو وفاق الصيف، مش اتحاد العاصمة. وفاق الصيف الجزائري. هيبقى يوم 23 في البلد الأهلي هيلعبوا فيها، سواء الجزائر أو كازابلانكا في المغرب. تمام. هذه بس توضيح. طبعا تعليق على البيان، النادي الأهلي طبعا أنا شايفه بيان تعكيزي. بيان تعكيزي. النادي الأهلي لو بصينا بجدول مباريات خلال الفترة المقبلة، وأنا عايز الكابتن حلمي والكابتن ضياء يركزوا معايا. عنده يوم السبت اللي هو 22 مع حورية كوناكري، ده هنا طبعا في مصر. يسافر الاهلي هيلعب يوم 27 يوم الخميس الجاي نجمة. مع النجم اللبناني. تمام. هيرجع القاهرة تاني وهيلعب يوم 12 في ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويصعد ويفرحنا كلنا، يوم 12 مع طرف الجزائري او مغربي بطائرة خاصة. النادي الاهلي هيكون في السعودية، هيلعب الماتش يوم 6 اكتوبر. وعلى فكره يوم 6 اكتوبر ده بعد كده النادي الاهلي هيخش في فتره توقف المنتخب، يعني المنتخب استعداداته فتره مباراه سويسرا. اول ماتش رسمي للنادي الاهلي هيبقى يوم 19/10 امام نادي نصر مصر المقاصه في الدوري. يعني اربع انا بشوف الميعاد مناسب. صح. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان النادي يا بص يا استاذ احمد، علشان الاعداد بيؤكد لي ان الماتش بره، كان مشاهدينا سواء بره او جوه انا معاك ان الميعاد مناسب جدا، لانك انت فجرت مفاجاه ان اول مباراه للاهلي بعد 2/10/19 مع المقصه. لو انا باكد لك ان النادي الاهلي مباريات الذهاب في القاهره اولا والعوده في الذهاب في القاهره والعوده قبل النهائي والنهائي. قبل النهائي والنهائي انا باكد لك ان النادي الاهلي هيلعب يوم 12 ويوم 23، الذهاب هيكون في القاهرة أولا والعودة في المغرب أو في الجزائر. طيب. لو كان النادي الأهلي هيلعب في الخارج طبعا الظروف هتبقى صعبة جدا، ومهما كانت ظروف الطيارة خاصة أو فكان في وقت هيمنع النادي الأهلي فعلا إنه يبقى عنده مشقة، ولكن أنا شايف إن كل الظروف مواتية للنادي الأهلي، خصوصا إن 6 أكتوبر يا كابتن حلمي يا كابتن ضياء يا أستاذ عبد الناصر يا كابتن ياسر، ده ذكرى جميله جدا وعزيزه على قلوبنا كلنا طبعا، والموعد تم اختياره بعنايه. فانا شايف طبعا ان النادي الاهلي كاتب بيانه النهارده بيصعب الامور جدا. طيب خليك معايا، يستطيع ان يؤجل مباراه افريقيا يا كابتن عبد الناصر. خليك معايا يا استاذ احمد، لان لا يفتى وعامر حسيني في المدينه، علشان خاطر طبعا الحاج عامر هو من وضع الميعاد او هو عنصر من عناصر وضع الميعاد، فخلينا ناخد المعلومة منه ونكمل معاك يا استاذ احمد، ما تسيبناش.